وإذا كنا بنتكلم عن الكورونا ان هي يعني احد المتحورات اللي جت لنا، يعني سواء قالك من الخفافيش او مش عارف من ايه، فاحنا برضو في تخوف عالمي من انتقال الامراض من هذه الكائنات الى الانسان. النهارده هتنطلق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية في جميع المحافظات. الحملة دي بتستهدف حماية ثروتنا الحيوانية، تستهدف ايضا القضاء على اي مرض بيشكل اي خطورة عليها، زي مثلا الجدر المائي، زي حمى الوادي المتصدع، وزي جدري الأغنام. خلينا نتعرف بتفاصيل أكتر عن هذه القصة، ما هي يعني أمراض الحمى القلاعية. بنرحب بالدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، اللي موجود معانا على التليفون دلوقتي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك دكتور. عايز أفهم من حضرتك، ما هو مرض الحمى القلاعية وما هي الأمراض اللي ممكن تخرج منه ببساطة كده، علشان بس نوضح للسادة المشاهدين يعني وخطورته إيه على الإنسان؟ هو مرض بيصيب الحيوانات المكترات، بيصيب البق، فبالتالي الحيوان ما يعرفش ياكل، يجيب زي بثور كده في بق الحيوان، فما يخليش الحيوان يعرف ياكل. وأنت عارف حضرتك إن أكل الحيوانات زي الأفقار والجاموس معظمه بيبقى عبارة عن ألياف خشنة، فبالتالي بيقف عن الأكل خالص. القصة الثانية بيرفع درجة حرارته، فممكن رفع درجة الحرارة لو الحيوان عشار ممكن يضغط. كمان بيصيب القدم ببعض التقرحات، بالتالي ما بيقدرش الحيوان يقف كويس ولا يتحرك على الأكل أو على الشرب. كمان المرض ده لما بيصيب الرجول الصغيرة بيعمل لها التهابات في عضلة القلب قوية جدا، بتؤدي إلى نفوقها فورا بدون علاج. طب حضرتك ممكن تقول لنا التفاصيل أكتر عن الحملة، بتستهدفه أي أنواع من الماشية؟ الأبقار والجاموس على مستوى الجمهورية كلها، بالعترات اللي هي المتحورة الجديدة اللي تم تصنيعها محليا في معهد الأمطار واللقاحات، وهدف الحمل إن شاء الله في أقصر فترة ممكنة إن تغطي الجمهورية بالكامل. طب وإزاي إحنا يعني بنشجع الناس اللي بتربي المواشي عشان تقبل على حملات التطعيم دي؟ بتقولوا لهم إيه؟ بنعمل إيه يعني؟ أولاً الوحدات البصرية كلها بتعلن، بيبقى في تجمعات الناس اللي عندها حيوانات كتيره بيروح لها اللجنه لحد عندها بالتحصين. كويس. يمكن احنا كنا في اجتماع مع معالي نائب الوزير قبل اجازه العيد مباشره، ووصى بالاستعانه بكل الاطباء البيطريين، حتى الناس اللي طلعت معاش، حتى شباب الخريجين، حتى الدكاتره اللي بيشتغلوا في القطاع الخاص، كله هيشارك في الحمله ديت، بحيث ان شاء الله في اقصر وقت ممكن يتم تحصين كل الحيوانات اللي موجوده في مصر. طيب احنا كنا بنتكلم ان وصلنا صفر اصابة بالحمى القلاعية للمواشي قبل كده، ايه سبب وجود اصابات في الفترة الحالية من جديد؟ هو حضرتك عارفة اي فيروس بيحصل له تحورات نتيجة انتقاله من حيوان لحيوان، احنا صفر حالات مع التحصين، يعني لو ما فيش تحصين بيدي طبعا حضرتك عارفة 100% اصابة، يعني كلمة صفر حالات دي صعبة شوية، لكن بيبقى في حالات والاعراض عليها خفيفة. انما لما التحصين لو في حد مثلا اثر في التحصين، خد التحصين جابه بطريقته مثلا وما حصنش كويس، لان في كذا شركه بتجيب تحصينات معترف بيها داخل البلد، تحصينات مستورده وتحصينات محليه وكلها فعاليتها كويسه. التحصين ده اللي هو لقاح. اللقاح يعني لكن ممكن اللقاح ده مثلا واحد يجيبه ويكون مش متخزن كويس، ولما يلقح بيه حيوانات او يحصنها بيه ما يبقاش الحيوانات دي سليمه من بعد التحصين ده، فممكن يجي لها اصابه. لو الاصابه دي اتسالت لحيوان ثاني حتى لو كان محصن وكميه الفيروسات كميه كبيره ممكن ياخد عدوى. يعني التحصين زي ما كل الناس عارفه بيدي مناعه مثلا 95-97%. لو كان التحصين ده جماعي على مستوى البلد كلها يبقى احنا فعلا زي مثلا شلل الاطفال في البني ادمين، مصر ما عندهاش بس ما فيش مانع يظهر حاله كل مثلا فتره او حالتين، يعتبر ده حاجه نسبه لا يعني غير مؤثره. انتقال الفيروس او تحوره هو اللي بيخلينا نعمل تحصين جديد، يعني المتحورين الجداد اللي طلعوا اتعمل لهم عزل واتعمل لهم تصنيف واتعمل منهم تحصين او لقاح، هو اللي هيشتغل ان شاء الله من النهارده. صحيح صحيح. دكتور مصطفى، نصيحه تقولها لكل مربين الحيوانات، نقول لهم ايه يا فندم؟ لازم كله يحصن، يعني انا بصراحه من خلال برنامج حضرتك وكل اللي بيسمعوا، يعني اي حد عنده حيوان فوق الثلاث شهور عمر، يعني اتفطم او بعد شهر من الفطام لازم يتحصن. امهات وعجول وعجلات كل الابقار والجاموس لازم تتحصن. واضح يعني ان
موضوع مش فيروس كورونا وان احنا هناخد اللقاح بس، ده حتى الحيوانات هتاخد الفيروس. نشكرك دكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية على هذا التوضيح.